السلام عليكم زملاء الطلبة، صدر أوقاتكم بكل ود ومحبة. لنحكي عن إضافة ملفات للواجب. طبعا في شرح مسبق لتسليم الواجب، نحن حنشرح عن طريقة إضافية لتسليم ملفات المضغوطة أو ملفات الورد، ملفات معينة، بحيث إنه أحيانا الدكتور بيطلب ملف معين عن غيره، أحيانا بيطلب ملفات مضغوطة. فبنروح على الأسايمنت معين، مثلا في مادة فلانية عندي إدارة نظم، نروح على الأسايمنت على آد، أو أنا عندي إيديت لأنه مضاف مسبقا. تمام، لهون بنضيف الفيديو، بنروح على الملف اللي بدنا نضغطه. هنا دكتور بطلب أكثر من ملف، لأنه عندي مثلا مادة معينة. طبعا ننتبه في صيغ accept file type all files types، يعني كل انواع الملفات هون مقبولة ما في مشكلة، بس احيانا بحدد لنا ممكن نكتب document pdf مثلا، او ممكن ملفات صوتية mp3 wav، مثلا ملفات الضغط zip rar، فكله على حسب الانواع. احنا حنحكي عن rar بالضبط، او الملفات المضغوطة، ايش اكتر من صنف. مثلا الدكتور بده ملف واحد، عندها ملف بي دي اف، فكيفية الضغط حتكون كليك يمين اد تو ارشيف، او خيار الثاني اللي هو اسم الملف نفسه ما في مشكلة. هذا ملف برنامج الار اي ار، في برنامج وين رار، في برنامج اسمه زد اي بي، نفس الخطوات حتكون، يعني ما حيختلف. انا فعليا هون ضغطين، هي طلع الملف هون، هي كنت فعليا ضغط الملف حطته بارشيف. احنا بامكاننا كمان نضغط ملف مع مجلد او مجلد كامل، يعني مثلا خلينا نحذف هذا، بدي هذا الملف مع هذا المجلد مع هذا المجلد كمان، صار في مجموعة كبيرة. نفس كليك يمين هذا ارشيف، نفس الموقع طبعا. اوكي، فعليا انا بكل سهولة يعني فيني اخذ الملف كامل هاد. طبعا لاحظ ان حجمه كبير صار شوي، ما بقبل الموديل، الموديل 10 ميجا اقصى حد. هذا ملف كامل ممكن احطه على الموديل، هناخد مثلا هذا الملف، اضافة ملف، اختار الاري، هياخد شوية وقت، حجمه يقرب 8.5 أو 9 ميجا على حسب سرعة النت وعلى حسب حجم الملف. أنا بسكر تابات إضافية في حال كانت عم تاخد من سرعة النت احتمال. تمام، هي رجع حمل، بس نعمل سيف. طبعا بتعرفوا بصير عن الإشارة خضرة هون submitted to getting، يعني للتقييم. هاي بكل بساطة، يعطيكم العافية.